طيب خليني اسالك كده اخيرا، شايف ايه الرساله اللي ممكن او اللي حابب توجهها سواء للاعبين او للجهاز الفني؟ احنا نادي الزمالك، احنا الابطال، احنا المركز الاول هو اللي بنلعب عليه طول عمرنا. الاجيال اللي قبلنا واللي بعدنا والمدربين علمونا ان احنا بنلعب لنادي الزمالك، لتيشيرت نادي الزمالك. انت هتقول لي ان حياة اختلفت، انا معاك، لك حق انك تاخد فلوس ولك حق انك تأمن مستقبلك ولك حق ان كل حاجة، لكن احنا نادي الزمالك ما بنلعبش غير على المركز الاول. لما احصل على المركز الثالث في الكاس مصر ده صفر بالنسبة لي. طبعا احنا النهاردة لازم يبقوا فاهمين عندكم مرحلتين اقوية جدا، وللمدرب اللي هو الدوري العام والبال، واحنا كجماهير لنادي الزمالك ومن ابنائه مش هنفرط فيهم، وانتوا عندكم المقدرة ان شاء الله باذن الله ان احنا نكسب البطولتين ان دول. شاء الله نحافظ على لقبنا من الموسم اللي فات، طبعا سواء ابطال الدوري او ابطال البال. ان شاء الله يعني لعيبه كره السله ان شاء الله يقدروا يفرحونا ويفرحوا جماهيرهم الموسم ده كمان. بشكر حضرتك جدا، نورتني كابتن طارق سليم، شرف ليا وجودك معايا النهارده. الشرف لي انا شكرا لان انا في لحضرتك. بيتي، واشكركم. شكرا يا كابتن، شكرا. نورتنا.